السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنتكلم على منهج تالتة إعدادي الوحدة التالتة الجرامر، جزئية الجرامر اللي فيها. جزئية الجرامر اللي فيها هنتكلم على حاجة اسمها المبني للمجهول. طيب المبني للمجهول ده احنا هنتناوله في الوحدة التالتة دي على شكل في زمنين، الزمن الأول مضارع بسيط والزمن الثاني الماضي البسيط. طب الفيديو ده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم على المضارع البسيط المبني للمجهول في زمن المضارع البسيط. طيب قبل ما نبدا نتكلم عن المضارع البسيط، بذكركم ان انتوا معاكم قناه الانجليزي اسهل مع ميس ساره سامي، وما تنسوش الضغط على الزرار الاحمر سبسكرايب اللي لسه ما اشتركش معانا، وكمان تفعيل رمز الجرس بالضغط عليه عشان يوصلك الجديد بتاعنا، وما تنسوش كمان صفحه الفيسبوك الانجليزي اسهل مع ميس ساره سامي، متابعه واعجاب بالصفحه، وصفحه الانستجرام سارة سامي بالمكتوبة طبعا بالانجليزي والارقام بالانجليزي 825825. طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض، تعالوا بقى نسمي الله ونبدأ مع بعض المضارع البسيط. هنتكلم بإذن الله في الفيديو ده على المبني للمجهول في زمن المضارع البسيط. طيب انا هتناول زمن المضارع البسيط في المبني للمجهول فيه ازاي. هشوفه الاول هو شكله في الجملة المثبتة، شكله في الجملة المنفية، شكله في السؤال بفعل مساعد اللي هو بيبقى معناه بالعربي بهل، او السؤال كمان بأداة الاستفهام، يعني بأربع طرق. تعالوا نشوف اول مع بعض يعني ايه مبني للمعلوم ومبني للمجهول. مبني للمعلوم يعني انا بذكر فيه الشخص اللي قام بالشيء، او بذكر فيه من الذي قام بالشيء، مين اللي قام بالشيء ده. طيب فبقى معلوم بالنسبة لي. طيب مبني للمجهول يعني غير مذكور فيه من قام بالشيء، او يجي لي في الاخر كده في اخر الجمله مسبوق بكلمه باي ويقول لي ايه الشيء من قام بالشيء ده. طيب هنفهم اكتر لما نقرا. يبقى المبني للمعلوم قلنا مذكور فيه من الذي قام بالشيء، والمبني للمجهول غير مذكور فيه من قام بالشيء او مسبوق بكلمه باي. طيب تعالوا نشوف اول حاجه نتناول. احنا عندنا اربع حاجات: جمله مثبته، جمله منفيه، السؤال بهل، السؤال باداه استفهام. تعالوا نمسك واحده واحده كده ونشوف طريقتها في المبني للمعلوم ولما بتتحول للمبني المجهول ايه اللي بيتغير فيها. طب انا هشتغل على ايه؟ هشتغل على الفاعل، هشتغل على الفاعل. طيب انا عندي في الجمله المثبته، الجمله المثبته بلاقي ايه؟ بيجي لي يا اما الفاعل، الفاعل بيبقى اي او يو او وي او زي، دي ضمائر فاعل، وممكن يجي لي بدلها الفاعل نفسه اسماء اشخاص. طيب زائد انفينيتيف، يبقى انا بيجي لي شكل الجمله جاي لي ايه؟ جاي لي فيها اي او يو او وي او زي زائد ايه انفينيتيف، يعني الفعل في المصدر ما فيهوش اي اضافات، او يجي لي مع هي وشي وات وبرده الفعل بعدها انفينيتيف، بس ايه جاي لي مع هي او شي او ات، جاي لي الفعل فيه اس المفرد اللي ساعات بيبقى شكلها اس او اي اس او اي اي اس. تمام، الجمله جايه لي كده اللي هي مبنيه للمعلوم. طيب هنشوف مع بعض الامثله بس نفهم الاول الصيغه بيبقى جايه لنا ازاي. المبني للمجهول بيعمل لي ايه بقى؟ بيقول لي انا هجيب المفعول، مش هنا عندي الجمله دي كان فيها فاعل وفعل ومفعول. طيب المبني للمجهول هياخد المفعول اللي موجود في جمله المبني للمعلوم ويبقى هو نائب فاعل، يعني المفعول الجمله اللي الجمله اللي في المبني للمعلوم دي المفعول هناخده هنا في المبني للمجهول ويحل محل الفاعل. طيب وبعدها يبقى عامل ازاي؟ هيجي بعدها am او is او are زائد التصريف الثالث للفاعل، وبعدين بعدها كلمة by والفاعل. يعني انا هشقلب مكان الفاعل والمفعول، مكان الفاعل هيجي مكان المفعول، ومكان والفاعل هيجي مكان ايه؟ المفعول. يبقى هنعكس مع بعض، الفاعل بقى مفعول والمفعول بقى فاعل. تعالوا نشوفها كده في الامثله عشان نفهم اكتر. الامثله اللي عندي بتقول ايه؟ انا عندي هي اكتف يعني مبني للمعلوم، وباسف مبني للمجهول. طيب تعالوا نشوف الجمله بتقول ايه. بتقول اي تيك ذس ميديسين افري داي، يبقى انا باخد الدواء ده كل يوم. تيك اهي جايه متصرفه فعل في المصدر عشان مع اي هنا زي مع ضمائر الفاعل الجمع، بتاخد ايه الفعل ما فيهوش اس مفرد. طيب شكلها لما تحول بقى ايه؟ هبص اول عيني، ركزوا في دي، عيني على المفعول بتاع الجمله اللي في الاكتف اللي هي في المبني للمعلوم. فين المفعول؟ ادا فاعل، اي تيك فاعل، ذس ميديسن ادا المفعول، خلاص افري داي دي بتعتبر من مكملات الجمله عادي.
لكن المفعول فين؟ انا اخدت ايه؟ ايه اللي انا اتاخدته؟ الدواء. يبقى الدواء ده المفعول به. طيب المفعول به ده اما اجي اعمل جمله المبني للمجهول هو ده اللي انا هبدا بيه، فبقت ايه؟ This medicine، هذا الدواء ماله بقى؟ انا عندي هنا الفعل ايه؟ تيك. قلنا لما بيجي لنا تيك، نرجع بسرعه كده، قلنا لما بيجي لنا الفعل اهو جاي في المصدر هعمل ايه؟ هجيب ام او از او ار، هسبق المفعول اللي هو اصبح فاعل، واشوفه ام او از ار ار اشرفه هياخد انهي واحده في دول، واحط له بعدها التصريف الثالث للفعل. نشوف كده اهو، تيك بقت ايه؟ ميديسن مفرد، از اخد از، ليه؟ لو كان هنا جمع كان اخد ار. يبقى ذيس ميديسن از تصريف التالت للفعل تيك ايه؟ تيكن. ذيس ميديسن از تيكن، احط بقى باي. باي مين؟ انا كان هنا الفاعل ايه؟ اي. طب الفاعل دي اما تتحول مفعول تبقى مي. مي ضمير مفعول. طيب تعالوا نشوف مثال كمان. علي، علي اللي هي بتساوي الضمير ايه؟ هي. علي ادا الفاعل، يوجوالي دروز ادا الفعل، فين المفعول؟ نايس بيكتشرز. يبقى انا عندي علي يوجوالي دروز، علي الفاعل، دروز فعل، نايس بيكتشرز دي المفعول. طيب اما اجي احولها بقى المبني للمجهول، ها انا عندي قلنا هاخد المفعول احوله يبقى الفاعل، يبقى نايس بيكتشرز مالها؟ جامع اهي، تاخد ام ولا از ولا ار؟ تاخد ار. شاطرين. يوجوالي بقت الجمله عادي بقى مالها؟ التصريف الثالث من دروز تبقى دراون. باي علي. باي ليه؟ لاني بجيب بعدها الفاعل، الفاعل كان مين؟ علي. بواسطه علي يبقى الصور الجميله ار يوجوالي دراون باي علي، هي ايه؟ رسمت بواسطه علي. الصعوبه في المبني المعلوم المبني للمجهول ان هو مش مستخدم عندنا في العربي، احنا ما بنستخدموش في العربي، لكن هو في الانجليش مستخدم كتير. احنا عندنا في العربي نادر ما نقول جمله فيها مبني للمجهول، احنا على طول نقول فلان عمل كذا او فلان قال كذا، تمام؟ نادر ما نقول ايه ده قال، ده اتقال لنا او احنا عرفنا، دي بتبقى صيغه مبني للمجهول. طيب تعالوا نشوف بقى كمان الشكل الثاني منها في الجمله المنفيه. يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي على الجمله المثبته للمبني للمجهول وعرفنا الاساس بتاعها ايه، ده الاساس اللي بيتحفظ اهو، الصيغه اللي بتتحفظ ان انا عندي اما بشوف مبني للمعلوم جاي الفعل في المصدر او فعل متضاف له اسم المفرد على طول، يبقى اما اجي احوله عامل المفعول يجي مكان الفاعل والفاعل يجي مكان المفعول، وفي النص ام او از او ار زائد التصريف الثالث للفعل. طب لما اجي هنفي، هنفي ايه؟ ما انا برضو هحط ايه بقى؟ هحط ام او از او ار زائد نوت. بس انا عندي بقى ايه، ايه الحته اللي بتبقى مختلفه؟ ان الاكتف المبني للمعلوم جاي لي ايه؟ جاي لي النفي العادي اللي في زمن ايه؟ المضارع البسيط، اللي هو ايه؟ اللي هو دونت. انا ما جاي انفي في المضارع البسيط بقول دونت والفعل في المصدر، او دازنت والفعل في المصدر. امتى دونت؟ دونت بتيجي مع يو اي ويو وي وزاي. طيب دمار الفعل الجمع واي زائد الفعل في المصدر. طيب امال هي وشي وات؟ قلنا بتاخد دازنت زائد الفعل في المصدر. طب اما اجي اعملها باسف مبني للمجهول هنعمل ايه؟ نجيب المفعول اللي هو في المفعول اللي اصبح فاعل اللي حطيناه مكان الفاعل، وبعدها اكتب ام او از او ار زائد نط بنفي اهو، زائد التصريف التالت للفعل زائد باي زائد الفاعل اللي كان في الجمله هنا اخذ مكان المفعول. طيب تعالوا نشوف الامثله عشان نفهم اكتر. الامثله على الجمله المنفيه، انا عندي وي دونت بلاي تنس، احنا ما بنلعبش التنس، دونت اهي. يبقى اما اجي احولها اقول المفعول عندي ايه؟ تنس، هيبقى هو الفاعل، تنس ماله؟ isn't مالها؟ التصريف التالت لبلاي بلايد، isn't بلايد باي اس، ما بيتلعبش من بواسطتنا او من خلالنا. طيب الجمله الثانيه، عمر doesn't water plants every day، يبقى ما بيرويش النبات كل يوم، يبقى plants النباتات aren't لانها جمع اخذت ار وتحط النفي والتصريف التالت للفعل، الفعل دوت ايه؟ ما هوش شاذ، الفعل ده عادي فتحط له اي دي، يبقى plants aren't watered every day باي مين؟ باي عمر. باي دي ممكن اكتب بعدها، اكتبها واكتب بعدها الفاعل وممكن ما اكتبهاش. طيب نيجي بعد كده للشكل الثالث اللي هو السؤال بهل، اللي دايما الاجابه عليه بتبقى بيس او نو.
طيب نشوف ايه اللي بيبقى شكله. قلنا بتيجي لا اما السؤال بهل في المضارع البسيط، لا اما بدو او بدز، دو وبعدين اي او يو او وي او زي زائد الفعل في المصدر وكيتشن مارك علامه ايه الاستفهام، او داز هي وشي وات اي واحده من دول زائد الفعل في المصدر. طيب اما اجي احولها المبني للمجهول هبدا بايه برضو؟ هبدا بام او از او ار زائد مفعول الجمله اللي اصبح هنا ايه اللي مفعول الجمله اللي جه هنا مكان الفاعل زائد التصريف الثالث للفعل. ادينا امثله يا مستر عشان نفهم اكتر. اهو do people speak English in Brazil؟ اما اجي احولها هقول ايه؟ English، يبقى انا هبدا بإز. Is English spoken by people in Brazil؟ طيب does، لما تيجي الجمله فيها does سلمى study maths and science هنقول ايه؟ are، انا عندي المفعول ايه اللي هو maths and science هيتحول يبقى هو الفاعل، يبقى are masses and science لانه سؤال. studied التصريف الثالث من studied by سلمى. طيب تعالوا بقى كمان نشوف اخر حاله اللي هي السؤال باداه الاستفهام. السؤال باداه الاستفهام عندي اداه question word اداه الاستفهام او كلمه الاستفهام زائد do الفعل المساعد عندي في زمن المضارع البسيط do او does. do بتيجي معاها ايه؟ اي او يو او وي او زي زائد الفعل في المصدر، او يجي لي اداه استفهام او كلمه استفهام اللي هي question word زائد does، او يجي بعدها الفاعل هي وشي وات اي واحده من دول زائد الفعل في المصدر. طيب ده كله هيتحول ايه في الباسف اللي هو المبني للمجهول؟ هيجي لي اداه الاستفهام زي ما هي، تنزل زي ما هي، وبعدها هسال برضو بام او از او ار. انا في المضارع البسيط معتمده على ام او از او ار معايا، حتى ما جان في اقول ام او از او ار وبعدين نط، فخدوا بالكم ام او از او ار هي الاساس عندي. طيب زائد ايه؟ زائد المفعول الجمله اللي حل محل الفاعل زائد التصريف الثالث للفاعل. تعالي نفهم اكتر من الامثله بتاعتنا. امثله بتقول ايه؟ بتقول وير اداه كلمه الاستفهام او اداه الاستفهام اهي، الفعل المساعد دو، يو باي يور كلوزز تشتري منين ملابسك، هنقول هنا حول هنا للباسيف بقت ايه؟ وير ار يور كلوزز بوت. انا جبت ار هنا بناء على ايه؟ علشان يور كلوزز ديت كلوزز ملابس جمع، الباي التصريف الثالث منها بوت. طيب هو كوكس لانش ان يور فاميلي، مين اللي بيطبخ الغدا في عائلتك؟ هو از اداه الاستفهام زي ما هي وتحط از، لانش كوكد، هو از لانش كوكد باي ان يور فاميلي، مين اللي بيطبخه في عائلتك. طيب هو كوكس دينر، مين اللي بيطهو او بيطبخ العشاء؟ هو تنزل زي ما هي اداه الاستفهام او كلمه الاستفهام، بعدها بقول ايه؟ از دينر كوكد طبخ باي بواسطه مين؟ كده خلصنا مع بعض المبني للمجهول ومبني للمعلوم في زمن المضارع البسيط. انتظروا ان شاء الله الفيديو القادم هيبقى على المبني للمعلوم ومبني للمجهول في زمن الماضي البسيط. بس انا النهارده قلت اقسم الفيديو لجزء المضارع البسيط لوحده عشان تفهموه وما تتلخبطوش، وان شاء الله الفيديو القادم ماضي بسيط. دمتم في امان الله، ما تنسوش مشاركه لاصحابكم عشان تعم الفايده. في امان الله.